بنغطس نجبها من تحت الانقاض, حاول نقلل في طول القضبان, شطب على اللي ملاغينا في جدول لوحدي فمهما بيقولوا عفار, نكمل لاجل ظهور السراب, حياتنا كلها مرميه على الله, الستوري فاول فصولها محدش يجيلى يقول انا رجع كوم بدا عتاد ماغي ثابت على الماز ميلي ريدي انت السودا مليانه وبيش تلاقي مطاقه تزازا تشي محطوطه بلان فصهم مدفونه مواك كل خطوه مليانه فخاخ الدنيا دي سيمه عدسه مش هطلع حكيم يا بس لازم اتكلم على الواقع المهم اللي شفته بعيني وامين يا النص اللي فوقنا بيزيد يا النص التاني نازل ديب يا كانش شاغلني ده كله نصنا اتعبد نصنا في الويد يا زي زيك ده مش صفر في كلامي ده لي كانش معاه او ضد الفكره كلها من عدم توازن لان انا طالع ولا جاي اكن السحابه بتجيب والراس بتنال شطع في تراك انا جن انا جن فبرجع للقلم من بعد غيابي من الاقوى في الاقوى ده انا كان زمان عافر لسه في طريقي بنداول لسه للواقع المؤلم بالضبط مفيش للمساعده عوامل بكتب وبوصل للسامع بكتب للشغب بزاول جيتي مرحله استضافه للكل وانا اللي بتقلم وفاري انفينيتي حياتنا كلها انفينيتي طلعش بالحاجه في اتنين بوصل في بيتي للميلودي في السنه دي اسمع مهول انا عنادي اسف طلعت مقترن بالغلط تصفيرهم كلها من الاكاذيب سلاحي ده فلوهي والقلب برجع من تاني للشغل بفضل مستني لجددهم ده هنا يا زميلي بيثبتوا من السنه للسنه قولوا اجدادهم في ده قولوا بتيجي من ده للاسف بتسمع 16 في حل المشكله في سنهم ولا انا بني عتاد